السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس الوحدة الثانية بعنوان الصدق والأمانة. أخذنا مع بعض يا سنة ثالثة المرة اللي فاتت الصدق، وعرفنا أن الصدق صفة حميدة يجب أن يتحلى بها كل مسلم، والأمانة هنتعرف عليها النهاردة إن شاء الله، وهنعرف برضو أن الأمانة صفة من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، ولأن كمان رسولنا الكريم كان بيتحلى بهذه الصفة وهي الصدق والأمانة. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة سنة ثالثة قصتنا بتحكي عن إيه. وقف المعلم يحكي لتلاميذه هذه القصة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسافرا، وفي الطريق التقى براع يرعى الغنم، فقال له عمر: بعني شاها من هذه الغنم. فرد الراعي: إنها ليست ملكي. فقال له عمر ليختبر أمانته: قل لصاحبها أكلها الذئب. فرد الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم ذهب مع الراعي واشترى له الغنم من صاحبها وأهداها له مكافأة على أمانته. يبقى النهاردة القصة بتاعتنا بتتكلم عن صفة حميدة من صفات الرسول وهي الأمانة. طيب هنا احنا عرفنا اولا التقاء سيدنا عمر براع يرعى الغنم. راعى الغنم ده يا سنة تالتة هو رجل يحافظ على الغنم ويحميها ويرشدها الى طريقها. فاختبر سيدنا عمر أمانة هذا الرجل، ثم عندما تأكد من أمانته كافأه بأنه اشترى له الغنم من صاحبها، لأن مش شرط يا سنة تالتة أن راعي الغنم يكون هو صاحبها، ممكن يكون صاحب الغنم وكل حد أو مثلا يعني وظفه عنده ان هو تكون وظيفته ان هو ايه يرعى الغنم ويحرسها، لان احنا عارفين طبعا ان لو الغنم مشت لوحدها كده في الارض ممكن الذئب يطلع عليها وايه وياكلها. طيب نستكمل قصتنا. ثم سال المعلم تلاميذه: هل يعرف احدكم من افضل امين في الدنيا؟ رد احد التلاميذ: محمد صلى الله عليه وسلم. المعلم: أحسنت يا بني. يبقى مين يا سنة تالتة أفضل أمين في الدنيا؟ برافو عليك. وإحنا عارفين أن الرسول كان يشتهر بين قومه وأمته بأنه الصادق الأمين. يبقى رسولنا هو مين؟ الصادق الأمين. حتى كمان المشركين في عهد رسولنا الكريم كانوا عارفين عنه صفتي الصدق والأمانة. طب ليه سمي بالصادق الأمين؟ لأنه كان شديد الصدق والأمانة. يبقى من أفضل أمين في الدنيا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعلم: أحسنت يا بني، فقد مدح الله الأمناء فقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طيب صدق الله العظيم. طيب احنا هنا يا سنة تالتة قلنا آية قرآنية عايزين نفهم معناها. يعني ايه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ يعني هنا ربنا بيذكر الأمناء في القرآن. يبقى هي من عظمة هذه الصفة ذكر الله تعالى أصحاب هذه الصفة في القرآن، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمانة فقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إيه؟ يعني لو أنا حد آمني على شيء لازم أن أنا أدي له إيه؟ الأمانة. مثلا لو أنا سبت أمانة مع حد وخني، لا أنا كمان ما ردش الإساءة بالإساءة ولا أخونه. ثم سأل المعلم: من الأمين؟ أجاب تلميذ: هو الذي يحافظ على الأمانة من مال أو غيره ويردها لصاحبها عندما يطلبها. المعلم: هذا صحيح يا بني، ولكن الأمين أيضا هو الذي يحافظ على سر صاحبه، يبلغ الرسالة التي كلفه بها إنسان بصورة كاملة، يؤدي عمله بإتقان ولا يهمل فيه. يبقى سنة تالتة كده احنا عرفنا مين هو الأمين.
برافو عليك. والذي يحافظ على الأمانة من مال أو غيره ويردها لصاحبه، يحافظ على سر صاحبه، يبلغ الرسالة كاملة، ويؤدي عمله بإتقان ولا يهمل فيه. متى يكون الإنسان أمينا؟ زي ما قلنا من شوية، يبقى أنا لو جالي السؤال ده في الامتحان هقول إيه؟ أولا يحافظ على المال وغيره ويرده إلى صاحبه عندما يطلبه. الذي يحافظ على سر صاحبه، الذي يبلغ رسالة كلفه بها إنسان كاملة، الذي يؤدي عمله بإتقان ولا يهمل فيه. طيب يا سنة تالتة، لو جيت وقلت لك ما هي الأمانة؟ أو برافو عليكم، هي حفظ المال والأسرار. سواء الأمانة دي حافظت على سر كلام حد قالهولي، ويعني قال لي ان انا ما اقولش لحد وانا ما قلتش، يبقى انا كده حافظت على ايه؟ على الامانه، لان انا لو قلت ممكن اسبب ان انا اوقع مشكله. طيب وايه كمان؟ حفظ المال، يعني انا ما ينفعش حد يكون مستأمني على فلوس او يديني فلوس ان انا اشيلها معايا امانه وانا اتصرف فيها او اصرفها. وبكده نكون اتعرفنا على صفه حميده وهي صفه الامانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.